محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأكرم الأمين إمام الأنبياء وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سيدي يا رسول الله، أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا، عليك سلام الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما بدلت أو حرفت آياته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد، قد لامني فيه الجهول ولو ضرى معنى الهيام به لكان مساعدي. أيها الإخوة الأكارم، تجدد اللقاء على مائدة الصحب الكرام، ذلك الجيل الفريد، ونلتقي في ذلك اليوم الأغر مع صحابي جليل وعلم كبير وقائد عظيم من قادة التاريخ الإسلامي والصحابة الكرام، وهو الربيع ابن زياد الحارسي. الربيع ابن زياد الحارسي شخصية عظيمة ربما يجهلها الكثيرون من هذا الجيل. فمن هو الربيع ابن زياد الحارسي، وكيف كانت حياته، وكيف كانت بطولاته؟ بتبدأ قصة سيدنا الربيع ابن زياد الحارسي في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكان من عادة سيدنا عمر أن يستقبل الوفود، فجاله وفد من البحرين، وكان على رأس هذا الوفد سيدنا الربيع بن زياد الحارسي. وكان من عادة سيدنا عمر الفاروق أن يستمع إلى هؤلاء حتى يعني يعمل بنصحهم وموعظتهم رضي الله عنه وأرضاه. فالتمس الخير في الربيع بن زياد وكان لا يعرفه، فتقدم سيدنا الربيع وكان لا يخاف في الله لومة لائم، ونصح سيدنا الفاروق رضي الله عنه وقال: اعلم يا أمير المؤمنين أن الخلافة هي ابتلاء عظيم ابتلاك الله عز وجل به، فأحسن في هذا الابتلاء، فوالله لو عصرت شاه في شاطئ الفرات لسألك الله عز وجل عنها يا عمر. فسيدنا عمر رضي الله عنه يعني استمع إلى هذه النصيحة الصادقة وقال مقولة سبحان الله، هذه شهادة حق في حق من سيدنا الربيع ابن زياد، قال: ما صدقني أحد مثلما صدقني الربيع ابن زياد. لما سألوا عن اسمه قال: أنا الربيع ابن زياد الحارسي. فقال: أخو المهاجر ابن زياد؟ قال: نعم. وسيدنا عمر كان يعرف المهاجر وتعرف على أخيه العظيم سيدنا الربيع ابن زياد رضي الله عنه. وكان من عادة سيدنا الفاروق أن يختار الرجال بعناية فائقة، فوصى سيدنا أبو موسى الأشعري يعني أن يبحث عن حال سيدنا الربيع ابن زياد، وقال: لو صدق هذا الرجل في نصحه والله إننا سنستعمله على هذا الأمر الجلل. فبالفعل سبحان الله صدقت يعني الرؤية وصدقت نبوة سيدنا عمر رضي الله عنه في إيمان وصدق حديث سيدنا الربيع بن زياد الحارسي. وبالفعل بدأوا يستعملوه كقائد عظيم، وكانت البداية في معركة منازر من أرض الأهواز. وفي هذه المعركة أبلى فيها سيدنا الربيع بن زياد وأخوه المهاجر ابن زياد، يعني سبحان الله قبلوا فيها بلاء حسنا، وسبحان الله عزم فيها المهاجر بن زياد على الشهادة رضي الله عنه، ولبس يعني الكفن وتحنط رضي الله عنه. فلما وجد الربيع عزمه على ذلك ذهب إلى قائد الجيش، ويعني كان الصحابة منهكين متعبين في هذه المعركة الشديدة، ونصحه سبحان الله أن ينصح الجند بالإفطار في هذه المعركة وأن يعملوا هذه الرخصة. فوقف قائد المعركة رضي الله عنه وأرضاه وشرب وحس المسلمين على الإفطار، وقال: من بقي على إفطاره فلا يكمل المعركة. وسبحان الله انظر بقى إلى حسن الأدب
بتاع سيدنا المهاجر بن زياد أخو سيدنا الربيع اللي بنتكلم عنه، قال والله إني سأمتثل لأمر أميري، وأخذ شربة من الماء وتناولها، وقال ليس لحاجة إلى الماء، ولكن حتى يعني إيه أدعم عزم أميري. وبالفعل الجنود سبحان الله استجابوا لأمر أميرهم في هذه المعركة، وكان النصر حليفا لهم. ولكن سبحان الله كان الأيقونة بتاع النصر في هذه المعركة، معركة منازل من أرض الأهواز، كان سيدنا الربيع ابن زياد وأخيه المهاجر. سيدنا المهاجر رضي الله عنه لما دخل في المعركة قتلوه ومثلوا بجثته، وأخذوا رأسه ووضعوه على رمح في وسط المعركة. فنظر سيدنا الربيع بحزن شديد إلى هذه الرأس المباركة، رأس أخيه، وقال بورك هذا الرأس، وقال سبحان الله لأنتصرن لك يا أخي وأنتصرن المسلمين. فلما وجد قائد المعركة هذه الروح العظيمة يعني السائرة، أوكل قيادة الجيش في معركة منازر إلى الربيع بن زياد. وهنا أبلى سيدنا الربيع بن زياد أيام بلاء في هذه المعركة الحاسمة، واستطاع أن ينتصر على هؤلاء في معركة منازر من أرض الأهواز. ثم جاء بعد كده سبحان الله تولية للقيادة كاملة في فتح مدينة سجستان، فتح مدينة سجستان. وكانت أول منطقة على بعد 75 فرسخ من أرض سجستان، ويقال لها رستاق زالق، وكانت منطقة منيعة جدا، وكانت منطقة محصنة شديدة التحصين. فذهب إليها هذا القائد العظيم سيدنا الربيع بن زياد بروح باسلة وعزيمة يعني لا يفلها الحديد، وظل سبحان الله ينافح ويدافع حتى استطاع هذا البطل الكمي أن يفتح هذه المدينة، ومن معه من المسلمين الأماجد، وكانت غنائم عظيمة جدا للجيش الإسلامي، لدرجة أن في هذه المعركة اللي هي رستاق زالق استطاع أن يأسر ما يعادل 20,000 من السبي. وكان يعني أحد المماليك كده وجد معاه 300,000، وجد معه 350,000. فلما سأله عن هذه الأموال قال إنها أموال سيدي، ويقصد بذلك الدهقان أو والي المدينة اللي هي مدينة رستاق زالب. فقال عنده كل هذه الأموال، فقال هذا الرجل إنما هي حصيلة قرية واحدة من قرى سيدي. فقال كيف له بكل هذه الأموال؟ قال إنها من كدنا وتعبنا وعمل فؤوسنا. فلما جه بقى هذا الرجل الدهقان أسر طبعا، فأراد أن يفدي نفسه، فسيدنا الربيع بن زياد وضع رمحا في الأرض وقال له تغطي هذا الرمح بالأبيض والأصفر، يقصد بذلك الذهب والفضة. فاستجاب هذا الدهقان وغطى هذا الرمح بالمال فأعتقه سيدنا الربيع بن زياد. ثم جاءت المعركة الأخرى الحاسمة، هي فتح العاصمة نفسها مدينة زرانج، دي كانت عاصمة سجستان، ودي طبعا يعني تحصن بقى كل الجنود في مدينة سجستان عشان يدافعوا عن هذه المدينة. ووقف القائد بتاعهم كان يسمى برويز، وقف ضد سيدنا الربيع ابن زياد ينافع عن هذه المعركة. ولكن سبحان الله لم يلبث كثيرا حتى سقط هذا الرجل وخارت قواه مع بطولة سيدنا الربيع ابن زياد. فأراد طبعا ان هو ايه يعني يغنم في بداية الأمر حتى يعني يقدر يفاوض سيدنا الربيع بن زياد في بداية المعركة كده، قال لك إن أنا إيه سأستسلم حتى أستطيع إن أنا يعني آخد من المفاوضات معاه إنجازات عظيمة. فطبعا برويز بعت يفاوض سيدنا الربيع بن زياد، فأراد سيدنا الربيع أن يلقي الرعب في قلبه، فأمر الجنود أن يضعوا الجثث على طول الطريق اللي هيسلكه برويز في طريقه إلى الربيع بن زياد، ووضع الجثث حوالين الكرسي الذي يجلس عليه سيدنا الربيع بن زياد الحارسي. فلما جاء هذا الرجل كان أصلا سيدنا الربيع بن زياد هيئته وشكله وملامح وجهه كانت توحي الرعب وتخلع القلوب، لكنه كان يعني شديد سمرة الوجه وكان طويل القامة وكان ذو بأس شديد. فلما دخل برويز ووجد هذا الأمر انخلع قلب هذا الرجل وتلعثم في حديثه مع سيدنا الربيع بن زياد الحارسي، ودي كانت الخطة أصلا اللي هو عايزها حتى يستطيع أن يفوض هذا الرجل. فما وجد هذا الرجل مهربا أمام هذه البطولة العظيمة إلا أن يفتدي نفسه، فافتدى نفسه بألف وصيف،
1000 وصيف أو خادم، وكان مع كل خادم كأس من الذهب. لك أن تتخيل هذه الغنائم. وفعلا عاد سيدنا الربيع ابن زياد الحارسي فاتحا منتصرا إلى المدينة المنورة، واستقبله جملة الصحابة بحالة من الحفاوة والترحيب الشديد لبطولة هذا الرجل الفاتح العظيم، الذي نأسف أنه يعني غير مشهور بيننا كمسلمين في هذا الجيل، ولله الأمر. سيدنا الربيع ابن زياد رضي الله عنه تولى بعد ذلك مدينة خراسان في عهد سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وسبحان الله، سيدنا الربيع ابن زياد كان لا يحب هذه الولاية، وحصل موقف من سيدنا زياد ابن أبيه أرسل إليه. وسيدنا زياد هذا كان أخو سيدنا معاوية ابن أبي سفيان من الأب رضي الله عنهم جميعا، وقال له إن ما تغنمه من الذهب والفضة دعه أو أرسله إلى بيت مال المسلمين، ثم قسم الباقي في جنوده. وقال قال هذه له زياد ابن أبيه أن هذه الرسالة موجهة إليك من أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان. وهنا طبعا يعني سبحان الله حزن سيدنا الربيع بن زياد الحارسي أشد الحزن، وقال: ولكن الله يأمرني بغير ذلك. الله عز وجل يأمر أن الغنائم توزع بين الجنود، والخمس يرد إلى بيت مال المسلمين. وأبى سيدنا الربيع بن زياد أن يستجيب لدعوة زياد بن أبيه، وإلى دعوة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بأن يرد هذه الأموال أو الذهب والفضة إلى بيت مال المسلمين. ثم سبحان الله في الجمعة التالية لهذه المعركة صعد رضي الله عنه ولبس ثيابا بيضا وخطب في الناس، وقال: اللهم إني داع فأمنه على دعائي. وقال: اللهم إنك تعلم أني قد مللت وسئمت هذه الحياة، اللهم إن كان بي خيرا فخذني إليك عاجلا غير آجل. تقول يعني الروايات أنه مات في هذا اليوم الذي دعا فيه. فرحم الله الربيع ابن زياد الحارسي الحارس الفذ، الذي فتح مدينة سجستان وفتح مدينة منازر من أرض الأهواز، وألحقنا اللهم عز وجل به في الصالحين. وإلى لقاء آخر مع يعني علم وجبل أشم من جبال الصحابة الكرام في هذه السلسلة المباركة التي نسأل الله عز وجل لها القبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.